لحظة تاريخية، انتهاء الانقلابين في اليمن وانتصار للتحالف العربي وقتل عبد الملك الحوثي. هذا اللي أنا توقعته لما شفت مكتوب لحظة تاريخية، لكن اللي قريته تحت لحظة تاريخية انصدمت زي ما توقع أنكم أنتم برضو هتنصدموا. افتتاح أول دار للسينما بعد توقف 35 سنة، لا إله إلا الله. وكاتبين لحظة تاريخية عليش. شفتوا الإعلاميين لما يترشحون بالواسطة، لما يكون واحد راسب في رابع ابتدائي ولا خمس ابتدائي في مادة الإنشاء ثم يحطونه إعلامي، هذا بلانا. شفتوا كيف مضخمين الموضوع؟ لحظة تاريخية. افتتاح دار للسينما لحظة تاريخية. أجل إذا هذه لحظة تاريخية، أجل إيش نقول عن صقر الجزيرة يوم جاء في 19 الرجال وافتتح الرياض؟ إذا دار السينما اللي شاشة يعرض فيها الساقطين والساقطات تاريخية، أجل عندما تربع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رحمه حفظه الله وطال في بقائه على العرش وعلى الكرسي وعلى سدة الحكم، شو نسميها؟ إذا هذه دار السينما لحظة تاريخية يوم يعرضون لك فيلم في شاشة يطفون الأنوار، والله أعلم أن طفت الأنوار وش يصير، لحظة تاريخية. أجل يوم بويع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ب ولاية العهد وش نسميها، يوم تناثرت أشلاء أبطالنا على الحد الجنوبي شو نسميها، هذه لحظة تاريخية. والله والله عنوان رنان، لكن ما هو يمها، خلوها في أشياء تسوى، خلوها في فتح الرياض، في تولي حكم، في عقد صفقات، في دحر عدو، في إنجازات لهذه البلاد. أما هذه لحظة تاريخية، وكل من هب وداب قال لحظة تاريخ وبلعناها، خير إن شاء الله. ارحم عقولنا، ارحم والديكم، خاطبونا على قلب عقولنا، عطونا شيء على قد عقولنا، يعني مشوا حالكم فينا، يلا تحملونا. أجل لحظة تاريخية يوم 17/12/1395 للهجرة، لحظة تاريخية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.